ولنقاش تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في درعا البلد ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من مدينة إسطنبول التركية الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة. أهلا بكم سيادة العقيد. أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم. أسعد الله مساءك بكل خير. سيادة العقيد، كان هنالك تصريح لأمين فرع حزب البعث في درعا جاء فيه أن معركة النظام ليست على درعا البلد بل الهدف المحافظة ككل. كيف يمكن قراءة هذا التصريح بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ؟ تحياتي لكم جميعا. المعروف بأن في 2018 كان هناك تسوية بين النظام وبين الثوار في درعا بوساطة أو بضمانة روسية أمريكية أردنية، إلا أن الروس والنظام والإيرانيون لا يعجبهم هذا الاتفاق الذي مكن أهالي هذه المنطقة من تقريبا من الحرية الجزئية، يمتلكون أسلحتهم، يمتنعون عن الخدمة في جيش النظام. هذه الأمور لم تعد ترق للروس، فهددوا وحاصروا وجوعوا وقتلوا وقصفوا أهالي هذه المنطقة درعا البلد التي هي رمز الثورة السورية، منها انطلقت الشرارة إلى كافة أرجاء سوريا. هددوا بتهديم المسجد العمري رمز الثورة ورفع علم النظام والروس عليه. 69 يوم من القصف المبرمج والحصار و تدمير النقطة الطبية أو المستشفى الوحيد في هذه المنطقة، العالم لم يتحرك، الأمم المتحدة لم تتحرك. اليوم سمعنا بأن هناك إدانة أمريكية لهذا العمل الغير مسؤول من قبل روسيا وميليشيات إيران ومن قبل نظام الأسد. أما ما يتحدث به أمين فرع الحزب فهو عبارة عن شيء إعلامي لا يمكن أن يرقى إلى المسؤولية أو إلى القرار، لأن من يمتلك القرار هي الميليشيات الإيرانية، هي الروس الذين هم يفاوضون. لم يتواجد بين هيئة التفاوض والروس أي ضابط من النظام، بل الروس هم الذين يضغطون، الروس الذين يهددون، وهم الذين ابتزوا سكان درعا في هذه المسألة وأجبروهم على عقد صلح بين أهالي المدينة بسحب أسلحتهم التي ربما يتركون نهبا للقطعان الميليشيات الإيرانية في درعا، لأن من يحاصر اليوم درعا هم يعني مزيج من الميليشيات الإيرانية والفرقة الرابعة وبعض قوات النظام وبمباركة روسية. إذا العقيد، المعذرة على المقاطعة، ما مدى جدية النظام هذه المرة، وهل سيصمد الاتفاق المؤقت لمدة 3 أيام؟ لا أتوقع بأن أي اتفاق يمكن أن يصمد طالما أن النظام والإيرانيون والروس عيونهم على بسط السيطرة على كل الأراضي التي تقع كما يقولون خارج إرادتهم أو سيطرتهم. فما يقال، هناك مناطق عديدة في الريف الغربي في الريف الشرقي هي خارج سيطرة النظام أو تخضع لنظام المصالحات الذي تم في 2018 بأن يحتفظ الثوار بأسلحتهم الخفيفة ويعني يمتنعون يعني عن الخدمة الإلزامية في النظام. لذلك كان هذا الضغط الهائل، وهذا ما يقصده أمين فرع الحزب بأن هناك في الريف في وادي اليرموك في طفس في الزيريب في باقي المنطقة هناك أكثر من نقاط عسكرية، 33 نقطة للثوار التي سيطروا عليها في يعني في الأيام الأخيرة نتيجة محاصرة النظام أو شن النظام، معارك خاسرة في هذه المنطقة. لذلك عن الجانب اللوجستي، باعتبارك تحدثت وأشرت إلى هذا الجانب، أي إلى أي مدى ستتأثر قوات المعارضة لوجستيا بعد قبول بعض الثوار وتسليمهم لأسلحتهم والخروج من المحافظة كليا؟ يعني لا توجد هناك يعني فصائل منظمة في منطقة الجنوب، هناك الأهالي في درعا البلد هم من ينظمون الدفاع عن منطقتهم.
يعني في 2018 تم حل الفصائل وتسليم الأسلحة الثقيلة وإجراء بعض التسويات وتهجير من رفض إلى الشمال، وباقي الثوار إما التحقوا في اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المصنف بأنه تابع لروسيا كقوات أحمد العودة، وهناك بعض الفصائل اندمجوا في الفرقة الرابعة، ومنهم من مع الأمن العسكري، ومنهم من بقي متمسكا بسلاحه وبأهدافه، وهؤلاء الذين يقاتلون اليوم في الريف الغربي، في الريف الشرقي، وكذلك في مدينة درعا. هناك يعني حالة من النزوح الشديد في هذه المنطقة، هناك إجبار في تهجير قسري، لأن الروس لا يمكن أن ينتصروا في أي حرب إلا بعد تهجير أهلها وتدمير المدينة وتدمير كل المرافق التي يمكن أن يستخدمها السكان، وهذا ما تم في درعا البلد 69 يوم من الحصار الشديد، مما تم ابتزاز الناس للرضوخ إلى بعض الشروط الروسية وبالتالي الشروط التي يريدها النظام في هذه المنطقة. شكرا جزيلا لكم الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة، حدثتنا عبر خدمة سكايب من مدينة إسطنبول التركية.